احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن السيرفر وعرفنا بتشتغل ازاي وعرفنا انا ممكن اعمل عليه كستمايزيشن او من خلال اتش تي ام ال. تعالى نفكرك بيها كده. اتكلمنا عن صح اتش تي ام ال. صح اتش تي ام ال فيها انبوت تكست. الانبوت تكست ده فيه سبميت بتون يبعت ريكوست للسيرفر بتاعتك من خلال اليو ار ال بتاعك. بعد كده السيرفر بتاعتك انا اعملها بحيث ان هي تبعت له الساعه كام بس حاجه. طيب لو عملت الان اتش تي ام ال شفت في 6 اللي هيحصل هيرن صح ال HTML اهو ابراهيم ويبعت ريكوست للسيرفر. خد بالك بقى اللي ظهر قدامك ده هي السيرفر دي. يبقى اذا الصفحه اللي انا ظاهره قدامك ده هي عباره عن السيرفر صح ولا لا؟ معنى كده انا اقدر اقول لك ان السيرفر عباره عن جنريتد بيج صح ولا لا؟ جنريتد ايه؟ بيج هي دي الصفحه دي كلاس لكن ولدت لك ايه؟ صح بالظبط الصفحه دي ايوه انت من خلال الكود بتاع الاتش تي ام ال اللي انت حطيته في الريسبونس الاول ايوه هو اللي بيروح لليوزر فحطيت في الاتش تي ام ال في الصفحه بتاعتك. طيب طبعا الكلام ده اتكلمنا على عيوبها اللي انت بتقول اتش تي ام ال جوه الجافا وده ما يصحش وان احنا هنتخلص من الكلام ده النهارده. بس في حاجه قبل ما نكمل الكلام ده لازم نتكلم ايه؟ حاجه بنقول عليها الريكوست سايكل. يعني ايه ريكوست سايكل؟ انا عايز ابتدي من اول البراوزر ما بيبعت ريكوست لحد الريسبونس لما بايه؟ لما بيرجع. ايه اللي بيحصل؟ طبعا الحاجه دي بتحصل في ثواني لكن انت عايز تفهمها. لو انا مثلا باعت اهو بص بقى ركز معايا لو انا عامل رد للسيرفر ده فانا بعت لها ريكوست صح ولا لا؟ هيبعت لها ايه؟ ريكوست. فالبراوزر هيبعت ريكوست للسيرفر. ايه بقى اللي بيحصل؟ السيرفر هترد عليه. انا عايز اعرف ايه اللي حصل عشان هي ترد. وصل الفكره؟ طيب تعال نشوف. اول حاجه خطوات واحد الريكوست ذهب للابلكيشن سيرفر صح ولا لا؟ الابلكيشن سيرفر زي ما احنا قلنا في الاول بيبقى له الويب سيرفر. الويب سيرفر لقى الريكوست ده عايز سيرفر والسيرفر فيها كود جافا فهي مش لا هو ما يقدرش ان هو ينفذ اكواد جافا. فقام رايح لو انت فاكر بعت الريكوست لمين؟ للكونتينر. يبعت الريكوست لمين؟ للويب خطوه رقم 2. الويب سيرفر قال لك لا يا عم انا مش بتاع جافا فيبعت الريكوست لمين؟ للكونتينر. الكونتينر بقى يعمل ايه؟ وركز معاه. ممكن السؤال ده يجي في الانترفيو يقول لك ايه؟ يقول لك الكونتينر لو مش موجود تعمل ايه؟ طب يعني كلها اسئله تدور على ايه؟ على ان الكونتينر لازمته ايه؟ هي مشكله نظري بس بتوضح لك الدنيا ماشيه ازاي. الكونتينر بيعمل حاجه مهمه جدا. يروح يعمل لك اوبجكت او بمعنى اصح بيعمل تو اوبجكت. بيعمل ده اوبجكت اثنين. اوبجكت ريكوست واوبجكت ريسبونس. يبقى اذا مين اللي بيعمل التو اوبجكت دول؟ الكونتينر. وبعدين يروح يقرا الويب دوت اكس ام ال. ليه؟ ما هو الويب اكس ام ال لو انت فاكر ادي الويب اكس ام ال اهو يا شباب. لو انت فاكر ايوه كان بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على اليو ار ال باترن. السيرفر دي اليو ار ال باترن بتاعها عباره عن ايه؟ صح ولا لا؟ اهو فهو جايبه في الريكوست بيقول انا عايز سلاش سيرف واحد. طب انا ايش عرفني؟ ان سيرف واحد دي بتاعت السيرفر دي مش بتاعت السيرفر الثانيه. فقبل ما يقرر يعمل ايه؟ يقرا مين؟ الويب دوت اكس ام ال. قرا الويب دوت اكس ام ال عرف ان اليو ار ال ده بتاع مين؟ بتاع السيرفر دي. يقوم رايح على السيرفر دي يبعت لها الريكوست والايه؟ والريسبونس. يبعت لها الريكوست والريسبونس. لو انا مثلا بنادى عليك بنادى مثلا بقول لك ايه؟ ابراهيم مش انت المفروض تبص لي؟ طب وانا هبعت لك حاجه مش انت المفروض تستقبلها دي؟ الكونتينر بيبعت الريكوست والريسبونس لمين؟ للسيرفر. السيرفر بيستقبلهم في ميثود اسمها سيرفيس. اسمها ايه؟ دي ميثود جديده اول مره نتكلم عنها. اتكلمنا عن الدوجن واتكلمنا عن الدوجوس. في بقى ميثود اسمها ايه؟ سيرفيس. سيرفيس دي موجوده فين؟ في
في اتش تي تي بي سيرفر الا او اس. السيرفيس دي تستقبل الريكوست وتستقبل الايه وليه ليه مش معنى عشان تفحص الريكوست تفحص الايه الريكوست. لو هو من النوع جيت تبعت الريكوست والريسبونس للدو جيت. عرفت بقى الريكوست دي جايه منين؟ مين اللي عاملهم؟ الكونتينر. الكونتينر بعتهم لمين؟ للسيرفر. السيرفر استقبلتهم من خلال مين؟ ميثود اسمها سيرفيس. السيرفيس هي اللي بتكرر الميثود دي بقى. لو هو جيت تبعتهم لمين؟ للدو جيت. ولو هو هوست تبعتهم لمين؟ للدو هوست. وصل الفكره؟ طيب خلاص انت هنا عملت ايه؟ قلت رايح هتبعتهم للدو جيت. انت هنا حطيت في الريسبونس الحاجه بتاعتك وبعد كده ايوه لما الميثود بتخلص الريكوست والريسبونس بيرجعوا لمين؟ للكونتينر. يبقى العوده بقى بيرجع لمين؟ للكونتينر. الكونتينر يعني حاجه مهمه قوي، يموت الريكوست ويبعت الايه؟ الريسبونس. اذا الريكوست في الاخر بيموت، اما اللي بيبقى في الاخر هو مين؟ عشان كده لما بعت حاجه لليوزر بعتها له فين؟ في الريسبونس، ما بحطهاش في الريكوست ابدا. وصلت الفكره؟ وصلت شباب؟ معايا؟ معايا؟ طيب من هنا يتضح الحاجه البسيطه دي اللي انت من الرحله اللي احنا قلناها يتضح ان الكونتينر هو المسؤول عن ايه؟ يعمل ريكوست ويعمل ريسبونس ويبعتهم للسيرفر ويستقبلهم فين؟ ويموت الريكوست ويبعت الايه؟ الريسبونس. وبيقرا بوكت اكس ام ال عشان يحدد مين السيرفر اللي هيروح لها. وصلت الفكره؟ طيب بعد ما عرفت بقى الريكوست بيمر بايه؟ طلع اخر اللي هو بيموت وبيبعت الريسبونس. تعالى بقى في حته عايزين نعرف ايه؟ بص كده معايا السيرفر دي لو انا سالتك بتعمل ايه؟ هترد عليا تقول لي بتبعت التاريخ للريسبونس صح ولا لا؟ لا هي في الحقيقه ما بتعملش كده. هي بتعمل حاجتين، كام حاجه؟ حاجتين. اول حاجه بتنفذ كود جافا صح ولا لا؟ كود الجافا ده مثلا وليكن مثلا ايوه بيحسب حسبه معينه، بيخزن الداتا بيز، بيكتب في فايل، بيحسب التاريخ، بيحسب الساعه، بيعمل اي حاجه. وبعد ما بيعمل كود الجافا ده بيبعت الناتج لمين؟ لليوزر صح ولا لا؟ فتلاقي منقسم لجزئين. ايه؟ اول حاجه بينفذ كود جافا، بيقولوا على الجزء ده بقى جزء لوجيك. يعني ايه لوجيك؟ الكود اللي بيتبعت. كود الجافا اللي بيتبعت. الجزء اللي تحت ده بيقولوا عليه برزنتيشن. بيقولوا عليه برزنتيشن. يعني ايه برزنتيشن؟ بالعرض. قال يعني السيرفر بتعمل حاجه ايوه وبتعرض الناتج بالعرض. المشكله حاليا في ايه؟ المشكله ايوه ان البرزنتيشن موجود جوه الايه؟ السيرفر صح ولا لا؟ البرزنتيشن عباره عن اتش تي ام ال صح ولا لا؟ بالظبط. فانا مش عايز اخليه جوه الايه؟ جوه السيرفر. هنشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي. وصل الفكره؟ طب حاجه كمان، مش السيرفر دي لما بعت لها ريكوست بترد عليا؟ بص عايز المثال ده يعمل ايه؟ بص انا عايز اقول لي ويلكم ماي كلاين يو ار فيزيتور نمبر انت ازاي رقم واحد؟ انت ازاي رقم اثنين؟ انت ازاي رقم ثلاثه؟ وصل؟ يبقى بالعقل كده هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هعرف متغير كل ما يجي ريكوست تزوده بواحد. ده كود جافا، يبقى ده بزنس ولا برزنتيشن؟ لا بزنس. او اللوجيك ده بيقولوا عليه برضه بزنس. بزنس يعني ايه بزنس؟ الكود اللي بيتنفذ او اللوجيك صح ولا لا؟ طب انت هتعمل متغير بتزوده بواحد ده ايه؟ قال لك ده بزنس. طب انا عايز اعرضه يبقى ده برزنتيشن. نعرف متغير. بص انا هعمل ايه؟ انت ده كاونت بيساوي يبدا بصفر وبعد كده كل ما يبدا يخلص اقول له ايه؟ كاونت بلس ايه؟ بلس بلس. انت ممكن تبقى تتفرج على الفيديو يبقى ليك ملحوظه، اصبر بس عليا. وبعدين اقول له ويلكم ماي كلاينت ماشي. وبعدين عايز اقول له فيزيتور نمبر عايز رقم اليوزر. طب ما انا كده المفروض ان انا اديله ايه؟
الكاونت بتاعك صح يبقى معدول اهو اهو رايح حاطط زي كده اهو ولازقها وعامل بي ار واجي هنا هو اقول له ايه شوف يبقى ده البيزنس او اللوجيك وده البرزنتيشن بعد اهو ابعت رن بص بقى اللي يحصل قال لك يو ار فيزيتور نمبر كام؟ واحد اعمل كده ريفريش ريفريش يعني يعيد تحليل الصفحه بره يبعت ريكوست لنفس الصفحه وايه؟ ويحملها يعني المفروض يقول لي انت ازاي رقم كام؟ اثنين بص 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 قال لي بقى انت رقم كام؟ ليه؟ لان انا عامل مصيبه سوداء ايه؟ معرف الكاونتر فين؟ في المست صح ولا لا؟ فقلت ايه ريكوست نعمل صفر ويزود ايه؟ واحد صح؟ لا يبقى انا اعمل ايه؟ اخده واعرفه فين؟ فوق على مستوى كده شفت ايه في كسبته؟ هتلاقي الدنيا اختلفت تماما معايا؟ طيب بص 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 انت ازاي رقم كام؟ واحد بص انت الكاميرا عشان تبعت ريكوست اثنين ثلاثة أربعة طيب اقفل اعمل رن كده يقول لك المكتب مطلوب كام؟ ليه؟ لأن الأبلكيشن شغال لأن الأبلكيشن إيه؟ أقول لي افرض حد شد الفيشن صح ولا لأ؟ هقول لك أه كل الكلام ده خزنه في فايل هنعمل إنسان على الفايل دلوقتي حالا وصلت الفكرة؟ يبقى اذا هي العمليه ماشيه ازاي؟ ماشيه بزنس بيتنفذ كود بيتنفذ وبرزنتيشن مشكلتك مع البرزنتيشن هتحلها دلوقتي وصلت الفكره؟ طيب كلام جميل الحته المثال اللي احنا عملناه ده هو انا بدي حته مثال نظري وعيد تعب الحته اللي احنا عملناها دي فيها حاجه صغيره قد كده ليه انت لما عملت اهو المفروض دخلت الصفحه بقى ما هو ضايع عندي من الاول، ليه ما عدش من الاول؟ ليه قال لك انت راجل ست؟ اشمعنى؟ وامتى عندي من الاول؟ عارف عندي من الاول امتى؟ لو انت قفلت يعني بص لو انا عملت في الاول ابقى قافل شوف بيعمل ايه؟ شوف الكود كات بايه؟ بيقفل صح ولا لا؟ شوف يفتح بقى تاني بص افتح تاني بقى واعمل رن هيعيد من الاول واحد ولا اقول لك انت ازاي رقم سبعه؟ اه هيعيد من اول واحد اشمعنى صح ولا لا؟ دي حاجه برضه عايزين تفسير حته نظري بقى تفسر اللي ايه اللي هيحصل ده اهو حاجه بقى بنقول عليها سيرفلت سيرفلت لايف سايكل دور الحياه الايه؟ السيرفلت ايه اللي بيحصل لها يعني؟ وصل؟ اه شايف انا بنعمل اه ايه اللي بيحصل للسيرفر؟ ليه بعد ليه؟ اشمعنى لما قفل؟ واشمعنى قبل ما يقفل؟ اهي بيعملها رن بص طيب بص هقول لك مثلا رقم واحد اشمعنى؟ صح ولا لا؟ بص كده معايا اللي بيحصل ايه؟ انت مش واخد بالك دور الحياه في السر يقول لك ايه؟ يقول لك السر دي عباره عن كلاود صح ولا لا؟ صح الكلاود دي لازم يتعمل منها اوبجكت عشان تشتغل صح ولا لا؟ السؤال بقى مين اللي عمل الاوبجكت؟ هيكون مين؟ الكونتينر أول حاجة الكونتينر لما يشتغل شفت أول مرة مع رن بيقعد بقى إيه يعمل كلام كده أهو الكلام ده بيعمل فيه إيه؟ أول حاجة يروح يقرا الويب دي اكس ام ال يقرا مين؟ الويب دي اكس ام ال يطلع منه كل الإيه؟ كل السيرفرز اللي في المشروع ويقوم عامل منها أوبجكت بس
بالظبط. يبقى كل السيرفر عمل منها ايه؟ اوبشن. وبتفضل عايشه ويبقى الابلكيشن ايه؟ شغال. وصل. وممكن اعدلها بعد كده. يبقى ايه؟ صح. بيروح يعمل اس ام ال واي كلاس بيتعلم منها ايه؟ اوبشن. اوبشن ده بقى اللي بيعيش بقى في الميموري بقى على طول. اي كلاس بيتعلم منها اوبشن مش لازم ينادي على الكونستراكتور. عشان كده بينادي على الديفولت كونستراكتور. لو لاحظت الكلاس دي طالما كلاس يبقى ليها كونستراكتور صح ولا لا؟ هو بقى بيروح ينادي على الديفولت اوتوماتيك. يروح ينادي على الديفولت ايه؟ اوتوماتيك عشان يعمل منها ايه؟ وبعدين خلاص الاوبجكت هيتعمل. بس في حاجه بقى ايه؟ بعد ما ينادي على الديفولت بيروح ينادي على مثل اسمها ايلت. اسمها ايه؟ ايلت. اسمها ايه؟ هعمل لها اوفرلايت. الايلت دي موجوده فين؟ انا وارثها من مين؟ وارثها من مين؟ من اتش تي تي بي سيرفر. طب هو بينادي عليها ليه؟ صح ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا. أول حاجة بينادي عليها تعالى مثلا نكتب فيها مثلا اس او ار. نعمل كده نشوف. سيرفر دي نفسها. الايلت دي بقى ظروفها ايه؟ قال لك هنا ايه؟ طب اعمل رن تاني. اعمل رن ايه؟ تاني. المفروض برضه يقول لك هاي ايه؟ هاي تاني. هي كم هاي؟ يبقى هذه الاسم يتم تنفيذها مرة واحدة فقط في حياة السيرفر. نزلتها ايه؟ افرض مثلا السيرفر بكل التعليمات وانا عايز اقرا الاي بي بتاع مين؟ بتاع داتا بيز. هقرا ايه؟ هقرا كل مرة؟ لا هي مرة ايه؟ مرة واحدة. يبقى اكتب الكود فين؟ في الاي بي. يبقى كده الكونتينر بيدي لك فرصة ان انت تنفذ كود مره ايه؟ مره واحده. تعالى كده بص بقى عليها. بص معايا بقى على ايه؟ التكوين ده بتاع السيرفر. السيرفر فيها ثلاثه قسم. الدوجيت كل ما يجي ريكوست من نوع جيت. الدوبوس كل ما يجي ريكوست من نوع ايه؟ بوست. طب الايلت تتنفذ مره واحده فقط في حياه الايه؟ السيرفر. وصل الفكره؟ طيب لما جيت قفلت مش تكون كاركتر بيقفل؟ بيروح بقى يموت الايه؟ السيرفرز دي. ما هو اللي عمله يبقى هو اللي ايه؟ اللي يموت. بينادي على مثل اسمها ديستروي. يبقى وهو بيعملها بينادي على مين؟ على الشغال. وهو بيموتها بينادي على مين؟ على ديستروي. وصل الفكره؟ يبقى عشان نلخص الكلام كم اسم عرفناهم في السيرفر؟ خمسه. الدوجن والدو بوست والايلت والدستروي والسيرفيس. انا بقى لما بعمل معاك انترفيو اسالك في ايه؟ في الخمسه دول. كل واحد بتاع ايه؟ السيرفيس بتشوف لو هو جيت ولا بوست وتبعته. الدستروي بيروح الكونتينر بينادي عليها وهو بيموت الاوبشن. الايلت بينادي عليها وهو بيعمل الاوبشن. وصلت الفكره؟ الله ينور عليك. وصل كلام نظري بس بيوضح العمل ده. اشمعنى اللي قفل واشمعنى اللي ما قفلش. وصل الفكره يا شباب؟ طيب كلام مهم بقى. كلام مهم. طيب ندي كمان حته في المثال ده. واحد ايه رايك؟ لو هو الزائر رقم 10 10 ابعت له اقول له مبروك. ابعت له اقول له ايه؟ مبروك انت كسبت. انت ايه؟ كسبت. حاجة زي ايه نعملها ازاي؟ بص حاجة فين؟ حاجة على الكلاينت. انا عايز اقول له انت الزائر رقم كذا بس في بقى كود بتاع مبروك صح ولا لا؟ اهو ادي الكود بتاع مبروك. اقول له هنا مبروك كسبت.
ادي البرزنتيشن يا ابني، ما هي كده كده هتصعب. ما انت لو عملت ران معاش ده، لو عملت ران كده كده هتصعب. قال له مبروك ايه؟ مبروك ايه؟ تسال. طب هو ده اسمه كلام برضه؟ انا مش حاسس كده. حط بقى ايه؟ نشيل الاتش هي ونحط بي ار. انا عايز اساسا لو الكاونت بكام؟ ب 10 يبقى اعمل ايه؟ نزار اقول له ايه؟ محتاجه اقول له لو الكاونت بيساوي يساوي 10 ايوه اعمل ايه؟ خد بقى البرزنتيشن اهو حطه فين؟ واعمل ران واشتغل. وصلت الفكره؟ اهو نشوف بقى وزع الرقم كام اهو. يقعد باسم الرمر كام؟ واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة شايف؟ سبعة تمانية تسعة عشرة. تظهر له كلمة إيه؟ مبروك. طب أي حاجة تانية؟ مش مبروك بقى. خلاص أنا كده؟ الحاجات دي أنا بستخدمها في إيه؟ بستخدمها بقى أنا إيه؟ ابتدي اتحكم في اجزاء من الصفحه تظهر واجزاء من الصفحه ايه؟ تختلف. المبرمج او الديزاينر عامل جزء، الجزء ده انا مش هصدره غير لما يحصل حاجه معينه. وصلت الفكره؟ تعالى بقى نخش في حاجه مهمه. الكتاب برزنتيشن ده فيه جزء من اتحكمت فيه بكود جافا. انا بقى بعد كده اللي هشيل البرزنتيشن ده خالص، مش هحطه هنا في اخر الفيديو ده ان شاء الله. وصل يا شباب؟ معايا حد عايز يسال سؤال تاني؟ طيب تعالى كده بص معايا، عايز بقى ايه نتكلم في عنوان صيف. العنوان قبل ما اقوله انا عايز اعمل اكزامبل يوضح العنوان. ايه الاكزامبل اللي هنعمله؟ هعمل مثلا صفحه اتش تي ام ال، فيها مشكله؟ الصفحة دي مثلا اسمها ايه؟ ريد نيتف. الديستريشن ايه؟ نيتف فينش. طيب احط فيها ايه يعني؟ احط فيها انبوت، اقول مثلا دخل ايه؟ دخل النيم اسمك ماشي كده، احط انبوت تكست اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ خد بالك من حاجه مهمه، انا مسمي الانبوت تكست اسمه ايه؟ نيم. ما انا بسميه دي واحد دي اثنين، لا تسمي اسماء ليها معنى. ماشي وبعدين حط البطل ده على طول يبقى جنبه مش مشكله. طيب ماشي اوكي. طيب المفروض تحط كل ده في فورم، فين الفورم؟ اهي فمن خلالها نقدر نعمل نافيجيشن. ادي الفورم هتروح لفين؟ لسه هنعرف حالا. طيب وبعدين ادي الفورم اهي، تعالى بقى على الايدي ده حطها جوه الفورم. ماشي كده؟ ماشي. عايز لما اعمل رن ديت واضغط على البطن هيبعت الريكوست لمين؟ في الاكشن. عايز يبعت الريكوست للسيرفر، يبعت الريكوست لايه؟ للسيرفر، سيرفر ثاني. اقول له مثلا ويلكم سيرفر، ويلكم سيرفر، الباكج اسمها سيرفر، ونقول له من. طبعا حط البيانات فين؟ فين؟ في اليو في الويب اكس ام ال عشان الكونفيجر يقراها. طيب اليو ار ال مثلا كل ما ابعت كوبي ما بغيروش، خليك نفس الاسم. ونقول له فينش. طيب وبعدين؟
ادي الريل داتا اهي. قبل ما انسى بقى اروح اقول له في الاكشن حط حتى بقى هينادى على مين؟ على السيرفر. وصل؟ طيب السيرفر انا ما غيرتش فيها كلمه صح ولا سبتها زي ما هي. عايزها تعمل ايه بقى؟ انا عايز لما اعمل رن للاتش تي ام ال ده شيفت اف 6 ده اللي انا عايزه بقى. ركز معايا هتعمل ايه؟ ادي صفحه الاتش تي ام ال هيقول له مثلا هنا انا اسمي ابراهيم ابراهيم هيبعت ريكوست لمين؟ للسيرفر. السيرفر ده بعد اذنك انا عايزها تقول لي ويلكم ابراهيم. ويلكم ايه؟ ابراهيم. انا عايز استقبل حاجه من اليوزر. عايز استقبل حاجه ايه؟ من اليوزر. ريسيف داتا فروم يوزر. استقبل بيانات من ايه؟ من اليوزر. ده من حقي صح ولا لا؟ طيب في الحاله دي استغل الريكوست ولا استغل الريسبونس؟ طبعا الريكوست، لان هو جاي من مين؟ من اليوزر. عشان كده بنقول ايه؟ بنقول لو انت عايز تعمل حاجه لليوزر حطها في الريسبونس، عايز تستقبل بيانات على اليوزر استقبلها منين؟ من الريكوست. طيب انت عايز تقول لك ويلكم ابراهيم، لو الريكوست هيت ولا بص؟ قال لك يا ريت الاثنين صح ولا لا؟ في الحاله دي المفروض هروح على السيرفر بتاعتي اعمل ايه؟ هروح اكتب الكود في الدوجت وارجع اكتبه تاني في الدوجوس صح ولا لا؟ لو انت فاكر في الاوبجكت اورينتد كنا بنعمل ميثود وننادى عليها صح ولا لا؟ بعد الجراند عشان تعمل بينز. ده راجل محترم قوي. عمل ايه بقى؟ احنا كنا مسحناها المره اللي فاتت النهارده مش هنمسحها. عملنا ميثود. الميثود دي من تاليف الليد بينز يعني مش وارثها ولا حاجه ولا اي حاجه. احنا ممكن نسميها حماده اللي انت عايزه. وصلت الفكره؟ بس الميثود دي هو بيروح يعمل ايه بقى؟ ناصح بيروح ينادي عليه. فين الكاتشين الراجل الكبير ده؟ ينادي عليها في الدوجت ونادى عليها برضه فين؟ في الدو ايه؟ في الدو بحيث ان انا اكتب الكود مره واحده فين؟ في الـ في الـ في الميثود اللي اسمها بروسس ايه؟ ريكوست. هو اللي عملها. وصل؟ وسواء بقى في جيت او جيت بوست ينفذها. تمام. شكل ما عرفناش نمسحها بقى خلاص بعد ما فهمناها. هروح الدو جيت طبعا. طيب ركز بقى معايا. هو عامل كومنت؟ لا عشان انت الكومنت بقى هو عارف انت احتمال تكتب البرزنتيشن هنا فهو راجل بيساعدك. تعالى بقى نعمل ايه؟ كنت عايز تقول له ويلكم فلان صح ولا لا؟ قال البرزنتيشن نعمل بس كده فورمان لحد كده برزنتيشن. المفروض انا اقول له ويلكم فلان مش هشيل بقى العك ده واقول له ويلكم ايه؟ فلان. ازاي؟ طب ما انا محتاج اكتب كود هنا اللي هو البيزنس اللي هو اللوجيك يجيب الايه؟ الحاجه بالظبط البيانات من اليوزر صح ولا لا؟ لو انت خدت بالك وانت بتعمل رن للصفحه شفت في 6 ابراهيم. بص ايه اللي حصل؟ هيروح ينادي على مين؟ على بتاع ويلكم سيرفر. بص هو بينادي عليها بيبعت له البارامتر النيم بايه؟ بابراهيم صح ولا لا؟ يبقى انا المفروض اعمل ايه؟ اقول له هات لي البارامتر قيمه البارامتر اللي اسمه نيم صح ولا لا؟ ازاي؟ بص النيم اللي هو اسم التكست اللي هو لو هروح بقى اقول له ايه بقى؟ بمنتهى البساطه اقول له يا ريكوست يا ريكوست نعم لو سمحت جيت بارامتر هات لي البارامتر شوف بياخد منك ايه؟ اسم البارامتر وبيرجع بايه؟ بسترينج اسمه نيم وهيرجع بسترينج سترينج ام ده بيزنس صح ولا لا؟ لسه البرزنتيشن. طب انا اقول له بقى ويلكم
ويلك. اقول له مثلا ويلك فلان، يلا بقى نقول فلان دي ازاي؟ اقوم لازم جنب مين ومين؟ الان. وصلت الفكره؟ وصل؟ اهو. ولازم جنب مين والان؟ واقول له ران، بس شيل دي خليها مثلا بول، ودي سلاش بول. تعالى بقى نعمل ران دي اشتري من ونشوف الدنيا هتمشي فيها ازاي. شفت يا حسنتي؟ معايا يا شباب؟ طيب. او اقول له هنا مثلا ابراهيم، يوم هو يرد علي يقول لي ويلكم ابراهيم. وصلت الفكره؟ طيب انا عايز الاسم لو اقل من اربع حروف اقول له الاسم سمول، اما لو الاسم اكبر من ثلاث حروف اكبر من اربع حروف اقول له اوكي. يبقى انا المفروض اعمل تشيك على البرامتر اللي جاي صح ولا لا؟ اهو اقول له لو اف اف ايه بقى؟ اف الام دوت لينس اقل من اربع حروف خلاص ابعت برامتر خد الجملة دي وابعت بقى ايه اليو ار ال اهو البرزنتيشن بس قول له ويلكم فلان. ايوه بدل ما اقول له ويلكم بقى الاسم اقل اقول له لا نيم النيم ايوه سمول الاسم صغير غير ذلك يبقى اسم معقول صح ولا لا؟ خلاص اقول له ويلكم فلان. انا ممكن اطلع ايه؟ ممكن اطلع البرنت لاين دي اللي هي بتاع الهيدر والحاجات دي فوق بس يعني مش مشكله. وصل كده؟ وصل؟ انا قدرت كمان ان انا اعمل تشيك على الحاجه اللي جاي صح ولا لا؟ اهو. تعالى كده نبص. نعمل ران. شيفت اف 6 ونشوف. اه لو واحدة اسمها مثلا مي دي كام حرف؟ ثلاثة. هيقول له ايه؟ هيقول له الاسم صغير. فبص ارجع وقول له بقى ابراهيم. يقول له اه ويلكم بقى. وصل لفكره؟ اه يبقى انا اقدر استقبل حاجه من اليوزر زي ما انا ايه ده؟ عايز. هو انا ممكن اخزنها؟ وصلت؟ عشان تبقى ريجستر على حق بقى اخد بقى الايه؟ اخد النيم. مش انا استقبلت النيم؟ اه طب انا ممكن استقبل النيم والاي دي والسالري و و و و و واخد البيانات دي اخزنها فين؟ في داتا بيز او اخزنها في اكس فايل صح ولا لا؟ صح. طب حاجه زي دي نعملها ازاي؟ انت مش استقبلت النيم؟ اه يبقى انت محتاج مثلا تعمل مش برزنتيشن ده بزنس صح ولا لا؟ تكتب في ايه؟ في فايل. اكتب في ايه؟ في فايل. تعال نعمل فايل. لو انتوا فاكرين ده بقى اس ايه بقى؟ كلام اس ايه. ممكن ما تعملش الفايل والفايل اللي عامل واحد. طب ادي على السي اهو. اه. هنعمل فايل. الفايل ده مثلا هسميه يوزر. يوزر دوت تكست. يوزر ايه؟ دوت تكست. طيب وبعدين؟ عايز اخد النيم واكتبه. صح ولا لا؟ لو انتم فاكرين كنا ازاي بنكتب؟ افكر كنا بنعمل حاجه اسمها فايل رايت الاوبجكت المسؤول عن الكتابه في الفايل اف دالو بيساوي نيو فايل اب. واحد يقول واحد الكلام ده هنكتبه هنا هو الكلام ده عباره عن ايه يعني؟ انا ما كان جافا صح ولا لا؟ بالظبط كود عادي اهو. طيب وبعدين اديله المسار بتاع الفايل. المسار بتاع الفايل ده بنجيبه منين؟ ما احنا عاملينه ادي السي وفين؟ اهو. وبعد كده اهو اللي هو المسار بتاع الفايل. اهو بكسلاش بعد كده يوزر دوت تكست. اهو.
سناب نحن نقول اليوزر نو نسلاش دي عشان نقول تأثيرها نقول نكس نكس جبت الفايل حضرته تمام عايزين نعمل ايه بقى؟ قال لك والله احنا عايزين نكتب طبعا هنديله كل الكلام فبنعمل حاجه اسمها بفر بفر رايت بي اف دال بيساوي ميو بفر رايت ميو بفر رايت بالظبط وهم يديروا الاوبجكت اللي انا عامله هو الاف دال وبعدين انت جاهز للكتابه جاهز ازاي هقول له يا بي اف دبليو اللي هو البفر دوت رايت اكتب ماشي كده نكتب ايه نكتب مين في الان صح كده تمام طيب وبعدين هقول له ايه بقى نكتب البفر اهو بي اف دبليو كلوز بيزنس طيب ما ينفعش الكود ده نشيله ونحطه كود الداتا بيز ينفع صح ولا لا لا هاي نعمل ايه نروح على صفحه الاتش تي ام ال ارجوك بقى ركز معايا شيفت اف 6 نشوف الدنيا هتمشي ازاي كل ده انا بعمل مع السيرفر من خلال امثله طيب بص كده الاسم ايه؟ الاسم ابراهيم اوكي قال لي ويلكم ابراهيم حلو كده؟ طب روح افتح الفايل نفتح الفايل لا هيفتح عشان يبقى سايع وصل الفكره؟ وصل؟ قال لك ابراهيم وهكذا بقى تلاقي الامور ماشيه مفيش فيها مشكله ولو عايز اقرا الفايل فيها مشاكل خالص وصل الفكره طيب في المثال ده الاولاني اللي هو بتاع مين اللي هو بتاع عدد الزوار صح ولا لا طيب مش عدد الزوار ده بقى ايه رايك كل ما نجيب كل ما يوصل لرقم يروح يكتبه في ايه يروح يكتبه في ايه فكل كل ما يوصل لرقم يروح يكتبه في ايه ليه عشان لو الفيشه اتشالت في اي وقت يعمل صح ولا لا دي مش فيها مشكله هروح على السيرفر بتاع الكاون تاخد الكود بتاع الكتاب تكتبه فين؟ السيرفر. وصلت الفكره؟ وصلت؟ طيب. تعالى قبل ايه؟ بعد الامثله اللي عملت دي، تعالى قبل ما ايه؟ ما ندي مثال ما ندي تاسك، ندي حته برضه نظر، ندي حته برضه ايه؟ نظر. سؤال مهم يقول لك ايه؟ ايه الفرق بين البوست والجيت؟ هقول لك واحد مش فاهم احنا قلنا فيهم ايه فاكرين؟ قلنا فيهم ان الريكوست اللي من نوع جيت ايوه البارامتر بتتحط في اليو ار ال اما اللي في البوست لا بتتحط في البطن فده سكيور اللي هو البوست سكيور لكن الجيت نوت ايه؟ نوت سكيور فعلا ده كلام حقيقي في معلومه كمان ايه؟ الصفحه اللي فتحت نتيجة الريكوست اللي من نوع بوست ما يتعمل لهاش بوك مارك عارفين بوك مارك اللي هي ده اللي هو يخزن الصفحة بوك مارك دي معايا خد بالك بقى لو الريكوست كان من نوع بوست ما يتعمل لهاش بوك مارك اما لو الريكوست من نوع جيت تتعمل لها ايه؟ بومبارد طيب حاجه كمان ايه؟ بعض البراوزرز يسمح بعدد معين من البراوزرز يعني لو عندنا حاجه براوزرز كتير في ممكن بعض البراوزرات ما تستحملوش عشان كده بنرجع لمين؟ للبوست البوست نوت ليميت لكن الجيت لا ليميت في بعض البراوزرات يقول لك لا في عدد معين من ايه؟ من البرامج طيب لحظه بقى في ميزه غايه في الاهميه انا مثلا لو انا مثلا باعت ريكوست لجوجل ريكوست لايه؟ لجوجل قلت له ابحث لي عن ابراهيم الاتباع قلت له دايس انتر شوف انا بعت ريكوست حلو قوي هل الريكوست ده مثلا خزن حاجه على السيرفر؟
هل كتب حاجه على السيرفر؟ هل اثر على السيرفر باي حاجه بتاعه ايه؟ بتاعه جوجل؟ خالص. صح ولا لا؟ طيب يبقى الريموس دوت ما اثرش على السيرفر. ده هو السيرفر راح دور ادالك البيانات وشكرا. ما حصلش ليك ككلاينت كعميل لجوجل ما حصلش اي تاثير على السيرفر. صح ولا لا؟ طيب لو دخلت مثلا على موقع زي مثلا موقع الامازون اشتري كتاب، اشتري ايه؟ كتاب، قمت كاتب رقم الفيزا بتاعتي وكتبت اسمي وعنواني وقمت دايس اوكي واسم الكتاب اللي انا عايزه. القيد دي مش هتبعت له بس هياخد يعمل ايه البيانات؟ مش هياخد البيانات دي يخزنها مثلا عنده في داتا بيز او في فايل او في اي مكان. يبقى اذا الريكوست بتاعك اثر على السيرفر، صح ولا لا؟ اضاف بيانات جديده، صح؟ اه في الحاله دي يقول لك ايه؟ يقول لك على الريكوست اللي من نوع مصر يفضل ان انت تستخدمه مع الريكوستات اللي هي بتؤثر على السيرفر، عشان يقول لك عليه نون اي امبورتنت. يعني ايه نون امبورتنت؟ له تاثير على السيرفر. يعني ايه له تاثير؟ هيفنزل حاجه من الداتا بيز، هينسى حاجه من الداتا بيز، هيقفل فايل، مش عارف كده يعني. اما الثاني اللي هو الجد يقول لك ده عليه اي امبورتنت على طول. اي امبورتنت معناها ليس له تاثير. مين اللي حدد يعني مين اللي قال ان ده له تاثير او ده له تاثير؟ من اتش تي تي بي، فاكر البروتوكول؟ فاكرينه؟ اه البروتوكول هو اللي قال قال يا جماعه لو انتوا هتاثروا على السيرفر خليه بوست، لو انت مش هتاثر على السيرفر خليه ايه؟ جيت. هتقول لي يا فندم ممكن ما التزمش، هقول لك فعلا، بس انت هنا هتبقى يعني ايه؟ ما انتش ملتزم بقواعد الايه؟ الاتش تي تي بي. قول لي لو انت ما التزمش بالكلام فعلا، بس مش هتبقى ملتزم بقواعد الايه؟ الاتش تي تي بي. يبقى اذا نوع الامبورتنت معنى له تاثير على السيرفر، بيخزن حاجه، بيوصل حاجه، كلام جدا. اما ايد امبورتنت ليس له ايه؟ تاثير. ده دي كانت حته نظري في الفرق ما بين البوست والايه؟ والجي. يعني ده بقى حته عامه. مستوى عام. ويلكم هنا. معايا يا شباب. هو عايز الكلام يخزن، ماشي. المشكلة عندك بقى في مين؟ في البرزنتيشن. في الايه؟ في البرزنتيشن. الكلام ده لو هو اقل من اربعه انا عايز ابعت له حاجه اقول له فيها انت الاسم بتاعك سمول، صح كده؟ اما لو هو اعلى من اربعه عايز ابعت له اقول له صح ولا لا؟ ان انت تكتب البرزنتيشن جوه، ان انت تكتب البرزنتيشن جوه دي حاجه وحشه. ليه؟ اتش تي ام ال على انه سترينج وحش، صح ولا لا؟ فنعمل حلقه ظريفه قوي، ركز معايا وشوف انا هعمل ايه علشان ما اكتبش. ادي السيرفر الاهلي. خدت البرزنتيشن هاخده بره. بره فين يعني؟ في صفحه اتش تي ام ال. والثانيه هاخده برضه في صفحه اتش تي ام ال. هسمي الصفحه دي مثلا سمول دوت اتش تي ام ال. وهسمي الصفحه دي مثلا ويلكم تو اتش تي ام. فين الصفحه؟ اهي. وبعدين الصفحه تمام. اروح اقول له يا عم ايه؟ الصفحه دي بتنزل متى؟ لو اديتها لواحد ديزاينر هيقدر يفتح بوك معاك خالص، لانها صفحه اتش تي ام ال ما يقدرش يتكلم معاها، صح ولا لا؟ هو يقعد يطبخ فيها بقى زي ما هو عارف. اهو يقول مثلا بي سلاش بي، ماشي يا عم، يعمل بقى فيها اللي هو عايزه. يعمل ايه مثلا؟ زي ايه يعني؟ يجي مثلا هنا يقول له مين is small، اسم صغير، هذا اول صفحه. ماشي كده؟ هاي. وبعدين نعمل ايه؟ نروح نعمل صفحه جديده. نقول له ويلكم، صح ولا لا؟
جيميل ونقول له ايه ويلكم ونقول له عمل لك صفحه ويل وقول له هنا هو وقول له هنا سلاش في وهنا في وقول له هنا ويلكم السؤال اللي انت عايز تساله دلوقتي انا عارف ايه هقول طب يا عم السيرفر دي ازاي هتنادي على سمول وازاي هتنادي على ايه ويلكم صح ولا لا دي حاجه بيقولوا عليها ريكوست ريدايركت يعني ايه ريدايركت اعاده توجيه الريكوست اعاده توجيه الريكوست ريكوست ريدايركت معايا كده معايا يا شباب طيب ازاي شوف بقى هقول له هنا هقول له يا ريسبونس دوت سند ريفايت شوف بقى انا بقول له ايه انا بحط في الريسبونس بقول له ابعث لليوزر الريسبونس ده هيروح لمين لليوزر ركز معايا انت عندك صفحه اتش تي ام ال اللي هي ريد مثلا بعتت ريكوست لمين؟ للسيرفر اهو السيرفر ما هو القاعده عموما فاهمين القاعده زمان اللي هيروح للريكوست هو اللي هيصحى صح ولا لا؟ فالريكوست رايح لمين؟ للسيرفر يبقى السيرفر هي اللي لازم ايه؟ تظهر انا مش عايز كده ده انا عايز صفحه ثانيه هي اللي ايه؟ فعملت حاجه اسمها ايه؟ الريفايت قلت له ايه؟ قلت له روح قول لليوزر ما هو الريسبونس ده هتروح لليوزر اللي هو الكلاينت يعني اللي هو البراوزر بمعنى صح قلت له روح قول للبراوزر ويعمل ريدايركت على الصفحه اللي اسمها ايه؟ سمول دوت اتش تي ام ال يقوم البراوزر لما يلاقي الريسبونس جاي معمول له ريدايركت يقوم البراوزر يبعت ريكوست ثاني على الصفحه اللي هي اسمها ايه؟ سمول وصلت نقول كمان عشان مش واخد بالي هقول ايه الوقت السيرفر ده او معنى صح الاتش تي ام ال بعت ريكوست لمين للسيرفر يبقى المفروض السيرفر دي اللي ترد عليه قال لك لا مش عايز كده مش عايز اكتب الاتش تي ام ال جوه خلاص نعمل ايه اخلي السيرفر ترد على البراوزر تقول له ايه تقول له اعمل ريدايركت على الصفحه اللي اسمها ايه سمول يقوم البراوزر اوتوماتيك يبعت ريكوست على الصفحه اللي اسمها ايه؟ سمول طيب استنى طب انا كمان اروح اقول له ايه؟ يا ريسبونس احط في الريسبونس يعني قول للبراوزر يعمل سن ريدايركت على صفحه اسمها ايه؟ ويلكم دوت اتش تي ام ال وصل؟ بص 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 تعالى نشوفها عملت شوف كيف حسبت بص بقى معايا ايه اللي هيحصل هقول له مثلا ابراهيم اوكي بص بص هيبعت لمين؟ هيبعت للسيرفر تقوم السيرفر تبعته للبراوزر قول له ابعت ريكوست تاني على الصفحه دي فويلكم هي اللي تظهر السيرفر مش باين وصلت الفكره وصلت الفكره طيب معلومه البراوزر عرف منين اللي هو هيبعت ريكوست على الصفحه دي يعني عشان انا قايل له سند ايه ريدايركت سند ريدايركت دي بتعمل ايه فاكر الجزء النظري اللي احنا شرحناه في الاول اللي قال لك ايه الريسبونس بيحتوي على حاجه اسمها ستيتس كود الستيتس كود اللي هو 200 يعني اوكي و401 يعني الصفحه مش مرجونه في رقم اسمه 301 301 معناه ايه؟ البراوزر لو شافه يعرف ان هو هيعمل ريكوست تاني على صفحه ايه؟ على صفحه تاني فبيدور على حاجه اسمها لوكيشن لوكيشن دي اللي هو اسم الايه؟ اسم الصفحه تحس يعني ايه حلوه وصلت الفكره؟
حد زعلان مني؟ ده كلام تاني. إيه تعالى احنا خدنا قاعده مهمه جدا في الكلام. ايه ريسبونس؟ اي حاجه عايزه تروح لليوزر. ريكوست اجيب بيانات عن اليوزر. زي ايه؟ يعني ايه البيانات اللي انا مثلا ممكن احتاجها عن اليوزر مثلا؟ صح؟ البارامتر دي اهم حاجه. صح ولا لا؟ في حاجه كمان ايه؟ تعال نشوف كده. تعال اعمل ايه؟ سيرفر. سيرفر الجديده. تعالى بقى نعمل سيرفر. سيرفر دي انا بعتها ريكوست اجيب بيانات معايا. ريكوست بيتا بيانات. على ريكوست شوف بس ايه اشهر البيانات. كتير اشهر البيانات زي ما احنا قلنا البارامتر. صح على رجع استخدمها كتير كتير قوي 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 يعني. طيب في بقى حاجه ثانيه زي مثلا ايه؟ بص معايا اقول له ايه؟ في بقى كمان هو اعمل كومنت ينزل الكود بتاعك. ماشي نيجي بقى اللي هو اقول له مثلا ايه؟ اقول له اطبع. اطبع مثلا اقول له يا ريكوست. نعم في حاجه اسمها دوت جيت. طبعا في جيت كوكيز دي لسه هناخدها يعني في حاجات لسه هناخدها. لكن مثلا ايه في جيت ميثود. جيت ميثود يعني ايه؟ يقول لك نوع الريكوست اذا كان جيت ولا بوست. اهو جيت ميثود. جيت ميثود اهو قال لك ايه؟ جيت بوست. ايه كمان مثلا؟ ايه كمان؟ ايه كمان؟ تعالى ننزل جنب منها بي ار. بي ار علشان بس يسيب ايه؟ يسيب سطر يعني. طيب تعالى كنت ايه؟ يقول له مثلا حاجه بيقول عليها ايه؟ مش جيت ميثود بقى. يقول له مثلا جيت لوكال. ايه جيت لوكال ده؟ بيعمل ايه ده؟ بص اعمل رن ونشوف. ايه دي؟ قال لك دي اللوكال. يعني ايه اللوكال؟ يعني اللغه بتاعت البراوزر. ايه ال انجليزي معايا؟ طيب ايه كمان؟ اللغه دي مثلا يعني ممكن تشك عليها لو هو حاجه تبعته عربي تبعته انجليزي كده يعني. طيب في حاجة برضه كمان حاجة ظريفة برضه أقول له إيه؟ جيت هيدر. إيه جيت هيدر دي؟ إحنا قلنا إن هو بيتكون مجموعة من الهيدر. الهيدر والبطل. والهيدر فيه حاجات معلومات بيروح يتكلم بيها السيرفر يقول له مثلا أكسبت. فاكر أكسبت؟ يقول له أنا بعمل إيه؟ صح ولا لأ؟ تعال نشوف كده. هتلاقي الحاجات اللي باعتها للسيرفر بيقول انا بقبل كذا كذا كذا. ابعت لي مثلا ايه؟ اتش تي ام ال. ابعت كده يعني. شايف بيقبل ايه؟ تلبس اتش تي ام ال وبعد ايه ابلكيشن ويرجع كل حاجه. طيب ايه كمان؟ في حاجه اسمها ايه؟ بص جيت. جيت ايه بقى؟ جيت 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 جيت. تعالى نشوف كده. جيت ريموت. حاجه اسمها جيت جيت ريموت ادرس. دور معايا كده. جيت ريموت ادرس راح في ايه؟ لو قريت يقول لك بيجيب الاي بي بتاع مين؟ بتاع الكلاينت. يبقى اي بي كلاينت لو هو من مصر، لو هو من السعوديه، لو هو من اليابان، كده اتعامل معاه.
معاه او قريبهم عشان وصلت الفكره. اشوف بقى طبعا احنا عارفين طبعا ان الاي بيز مكونه من اربعه من الكلاسات، كل بلد ولا واحده رينج. انا ممكن اشوف بقى الرينج بتاع البلد وبناء عليها بلس مش يقول لك جوجل ايجيبت جوجل السعوديه وجوجل مش عارف كده. دي بعض البيانات اللي انا ممكن اجيبها عن ايه؟ عن الريكوست، حاجات مهمه. يبقى اذا القاعده تقول ايه؟ في حاجات مهمه اقدر استقبلها من الريكوست او بيانات عن اليوزر اقدر اجيبها من خلال ايه؟ الريكوست. شكرا.